كان كورد ينتظرها على مائدة الإفطار، ومرر نظراته عليها من قميصها الأزرق إلى سروالها الجينز، ثم إلى الشريط الرقيق الذي تجمع به شعرها في مؤخرة عنقها. لماذا تجمعين شعرك للخلف بشدة هكذا؟ سألها بهدوء. لأنه يدخل لعيني عندما أركب الخيل، أجابت وهي تجلس على مقعدها على طاولة الإفطار. كيف تريدين البيض عزيزتي؟ سألتها إيما من المطبخ. لا أريد تناول أي شيء يا إيما، قهوة فقط، ردت بسرعة. فقدت شهيتك؟ سألها كورد بانتقاد. لم تنظر إلى عينيه وهي ترد بنعم. ابتسم لها من فوق حافة فنجان قهوته. لا مكياج، ردت بحيرة وهي لا تدري ما الذي أصابه هذا الصباح. أنا لم أضعه بعد. لا تضعي شيئا، أنا لا أحب طعمه. احمر وجهها بشدة من كلامه المشين وفتحت فمها لتحتج، ولكن إيما وصلت مع فنجان قهوتها. كان الطقس ذلك الصباح مثاليا لركوب الخيل، فالشمس مشرقة والرياح معتدلة، وتنزها بالخيل تحت ظلال أشجار الفاكهة العملاقة في البستان مترامي الأطراف، ونظرت كاسي بإعجاب لأشجار كانت تراها منذ طفولتها. أتساءل كم عمرها؟ غمغمت بذهول. الأشجار، ابتسم كورد بتسلية، أكبر من أي واحد منا في الحقيقة. تحدث عن نفسك أيها الرجل العجوز، ردت بمرح. أمال قبعته فوق جبينه بخطورة مزيفة. لا تتمادي يا كاسي، أنا لا أخاف منك، فعظامتك العجوز هشة جدا، حتى أنها ربما ستتحطم إذا حاولت مطاردتي. انفجر كورد ضاحكا. أنت فتاة وقحة. ابتعدت عنه وهي تصيح بتحدي. سأسابقك إلى التلة. وانطلقت بميلودي بسرعة، ظنت أنها على وشك الفوز، ولكن قبل أن تتمكن من الوصول مر كورد بجانبها كالريح، كما لو أنها كانت تركض بالتصوير البطيء. وفكرت بيأس، لا أحد يمكنه أن يهزمه في هذا المضمار، فقد كان فارسا بارعا. أين كنت؟ سألها بسخرية عندما وصلت إلى جانبه وهو يبتسم إلى وجهها الغاضب. أنت خاسرة مريرة، يجب أن تكوني أكثر تسامحا. لماذا يجب أن تفوز دائما؟ لأنها أرضي، رد بلا مبالاة. نظرت إلى المراعي الخصبة والأسوار التي تحجز قطعان المشية والأشجار المثمرة حولها. إنها أرض جميلة، غمغمت بهدوء. لا أظن أن هذا هو ما تفكرين به دائما، وأنت على حق، فحياة المزرعة لديها عيوبها يا كاسي. ليس هناك الكثير من الإثارة والنوادي هنا، ويمكن أن تكوني وحيدة جدا. هل هذا هو ما تظنه عني؟ سألها بابتسامة حزينة. إنني فتاة المدينة ومولعة بالنوادي الليلية. درسها بتركيز قبل أن يقول: بالتأكيد أنت فتاة مدينة، لقد كنت دائما هكذا. أدارت عينيها بعيدا عنه. أنا سعيدة لأنك تعرفني جيدا. وحل صمت متوتر على المكان. إذا كنت تكرهين المدينة اللعينة كثيرا، لماذا إذن تعيشين هناك؟ أشفلت من الغضب في صوته العميق. ماذا يمكن أن أفعل غير ذلك؟ فكل ما أعرفه هو كيف أكون سكرتيرة. صاحت بحدة: ليست هناك العديد من فرص العمل المتاحة للنساء في المزارع كما تعلم جيدا. أخبرته ببرود: أو أنك لم تلاحظ أبدا أنني امرأة؟ لمعت عيناه بتسلية من غضبها. الحقيقة عزيزتي هي أنني لم أعطي الأمر الكثير من التفكير. لمست فرسها بلطف لتحثها على التحرك. شكرا لك، قالت بتملق، لكن لم يكن أمامها خيار سوى أن تتبعه. كان الطريق واسعا بما يكفي لتسير الخيول جنبا إلى جنب، وحل صمت مريح لم يقطعه سوى حفيف أوراق أشجار الصنوبر الناعمة وصوت تدفق الماء من بعيد والطيور المغردة فوقهما. اتبعيني من هنا، قال كورد وقد انحرف فجأة عبر طريق أصغر حجما، وتبعته كاسي بحذر. ثم رأته ينزل من فرسه ويربطها بأحد فروع الأشجار، وعندما نظرت حولها عرفت أنهما وصلا إلى الجدول المائي الصغير حيث كانت تقضي هي وجانا وقتهما، حيث كانا يقومان بنزهات الغداء في الصيف وهم صغار، ونزلت لتربط فرسها هي أيضا. انتبهي لخطواتك كي لا تنزلقين، فالأرض موحلة.
حذرها بقلق وهو يقف تحت شجرة السنديان المنخفضة، فنظرت إليه وهي تجلس لتنزع جوربها وحذاءها. أنا لست طفلة، أستطيع الانتباه لنفسي. ابتسم لها من تحت حافة قبعته التي تخفي عينيه، وجلس متكئا بظهره على جذع الشجرة ويديه تحت رأسه. ربما تركته بحنق واتجهت نحو الجدول لتضع قدميها العاريتين في الماء البارد والذي كان له تأثير منعش عليها. كنت آتي إلى هنا عندما كنت طفلا، أخبرها بتكاسل. كنت أسبح على بعد بضعة أمتار من هنا حيث الماء أقل عمقا من النهر. أراهن أنك كنت تمسك الضفادع الصغيرة والفراشات، وربما كنت تعذبها أيضا. كلا، كنت أمسك بأفاعي الماء فقط، أخبرها ببساطة فتصلبت في مكانها. هنا، قالت بارتعاش. بالتأكيد هناك الكثير منها. مرت قشعريرة باردة على طول جسدها ونظرت بحذر حولها، وفجأة أصبحت تتخيل كل شيء يتحرك بأنه أفعى. كورد، ماذا أفعل إذا رأيت واحدة؟ سألته بارتجاف. ماذا كنت تفعلين أنت وجانا عندما كنتما تأتيان إلى هنا؟ لم نرى أي واحدة من قبل. حظ جيد، قال ورفع حافة قبعته لينظر لوجهها قبل أن يكمل. حسنا يا كاسي، إذا رأيت واحدة فمن الأفضل أن تركضي بأسرع ما تستطيعين، مع أن هذا لن يفيد كثيرا بالطبع، فهذه الأفاعي سريعة جدا ومن المعروف أنها تطارد الناس بسهولة، لكن ربما يمكن أن تسبقيها. كانت تجلس بجواره والتصقت به حتى قبل أن ينتهي من جملته فانفجر ضاحكا بمرح. يا إلهي، يا لك من جبانة، أنا كنت أمازحك فقط. أنت تعلم كم أخاف من الأفاعي، تمتمت بغيظ من بين أسنانها. بعد ذلك الحادث مع الأفعى أصبح لدي فكرة. جففت قدميها وارتدت جواربها مرة أخرى. ماذا كنت تفعلين بوقتك للتسلية وأنت في المدينة؟ سألها فجأة فهزت كتفيها وهي تحدق إلى الجدول المتألق أمامها. لقد كنت أمضي معظم وقتي في تحضير الفناء الخلفي وزرع أشياء في الربيع والصيف. كنت أذهب أيضا لصيد الأسماك، وفي الخريف أذهب إلى الجبال مع بعض الفتيات للتخييم هناك، وفي الشتاء أذهب إلى المسارح أو عروض الباليه وأشياء أخرى، أشياء مملة من هذا القبيل. أراهن أنك لا تستطيع تحمل سماع الموسيقى الكلاسيكية. في الحقيقة أنا أحبها، قال بهدوء. على الرغم من أن ذوقي قديم كبيتهوفن، فأنا لا أهتم للموسيقى المعاصرة كثيرا. التفتت إليه بحدة. لكن سارة قالت أنك تحب الموسيقى الغربية السريعة. نعم، أنا أحب الكثير من الأشياء كالمسرح والعروض الفنية أيضا. ثم نزع قبعته وألقاها إلى جانبه ونظر لوجهها بعيون خضراء مظلمة. دعي شعرك حرا، أنا لا أحبه مشدودا هكذا. أنت تريده فقط أن يدخل لعيني حتى لا أرى أمامي، ردت بعبوس لكنها نزعت الشريط وتركت شعرها يلتف بلطف حول وجهها وكتفيها. أمسك خصلة من شعرها بين أصابعه، طويل وحريري، غمغم بهدوء. احتبست أنفاسها وثبتت عينيها على جذع الشجرة خلفه. هل لا تزال تحب الصيد؟ سألته لتشتت انتباهه بعيدا عن شعرها. أصطاد الغزالة فقط، غمغم بهدوء. رموشك رائعة وطويلة جدا لتكون حقيقية، أتعرفين ذلك؟ أخذت نفسا مرتجفا. كورد، لا يجب علينا أن... يجب ماذا حبيبتي؟ سألها بهدوء. التفتت لتنظر إليه وفقدت ما تبقى من أنفاسها واتسعت عيناها بصدمة. كانت نظراته تشتعل بالرغبة، وأمسك بخصرها ليقربها إليه أكثر. كورد، همست بخوف وهي تضغط على صدره الصلب بيديها الصغيرة، وهو يمددها بسهولة على أوراق الشجر الجافة التي تغطي الأرض، ويغرز أصابعه على وجهها برفق. مما أنت خائفة؟ سألها بنعومة. منك، همست بارتجاف وأصابعه تمر بخفة على أنفها وفمها. لماذا كاسي؟ سألها ونظرته على شفتيها، وشعرت بقلبها يقفز من مكانه، وأغلقت عينيها وهي تحاول السيطرة على موجات المشاعر التي تنتابها بلا جدوى، وأصبحت أنفاسها قصيرة وسريعة وهي تشعر بأصابعه تلتف حول وجهها المحمر، وشعرت به يقبلها بنعومة جعلتها ترتجف.
لا تخافي مني فتاتي الصغيرة، غمغم في أذنها، أنا لا أسعى لإغوائك. احمر وجهها أكثر وسمعته يضحك بعمق فوقها، فضغطت بيديها الصغيرة على عضلات صدره الصلبة بقوة، لكنها لم تستطع أن تدفعه. المسيني، غمغم بنعومة. ماذا تريد؟ ردت بذهول. المسيني يا كاسي، كرر بإصرار. لا أستطيع، همست بارتجاف. لقد كنت تفعلين ذلك بسهولة تلك الليلة في بركة السباحة، حتى أدركت ما كنت تفعلينه. كورت أرجوك، قالت باعتراض. اسكتي، همس وهو ينحني نحوها ليقبلها ثانية، ففتحت جفونها لوهلة، والنظرة التي رأتها على وجهه جعلتها ترتعش. أرجوك كورت، قالت باختناق. قبلها بنعومة، وكانت قبلته كل شيء كانت تحلم به. وعندما رفع رأسه أخيرا همس برقة، وعيناه ترسم كل جزء من وجهها. كاساندرا، أنت بريئة جدا، كأنه لم يقابلك رجل من قبل. ثبتت نظراتها على صدره بأسى. لم أكن أتظاهر بأنني خبيرة، ردت بإحكام. أنا أسفة إذا كنت قد أصبتك بخيبة أمل. أنت لم تخيبي أملي، قال بهدوء وهو يرفع وجهها نحوه. أنا لا أعرف أي شيء، تمتمت بحزن. هذا يمثل تغييرا بالنسبة لي، قال وهو يبتسم إليها. فأنا معتاد على النساء اللواتي يعرفن كل شيء، وليس البريئات اللطيفات اللواتي تحتجن إلى التعلم. انفجر بركان من الغيرة بداخلها واشتعلت عيناها بغضب. هذا هو كل ما تريده، مجرد جسد يشبع رغباتك السطحية التافهة. لا تلمسني ثانية أبدا، ابتعد عني، أنا لا أريد أن تقترب مني مرة أخرى، هل تفهم؟ صاحت بغيظ، فأظلمت عيونه بغضب عنيف وابتعد عنها بقوة. فهمت، هو الآن ارتدي حذائك، أنا سأوصلك إلى المنزل بأمان من رغبات التافهة آنستي البريئة الصغيرة. كورد، أنا بدأت الدموع تترقرق في عينيها. لقد سمعتني، ووقف على قدميه والتقط قبعته من على الأرض وتحرك باتجاه فرسه بخطوات غاضبة وتركها مكانها. وارتدت حذاءها وهي تحارب الدموع كي لا تسيل على وجهها، وهي تركض على نحو أعمى باتجاه فرسها، ورفضت النظر إليه وهي تمتطي فرسها وتحثها على العدو بسرعة. كاسي، نادى كورد من خلفها، لكنها انحنت فوق عنق ميلودي وأصابعها تتشبث بها وتحثها على الإسراع، فقد كان أكثر شيء تريده هو أن تبتعد عنه أكبر مسافة ممكنة. حدث ذلك بسرعة لا تصدق، بدقيقة كانت تسيطر على الفرس بحزم، وبدقيقة أخرى شعرت بجسدها يطير فجأة بالهواء ثم يرتطم بقوة سرقت أنفاسها على الأرض الصلبة. شعرت دون تركيز بصوت عميق قلق يناديها، ولمسات أصابع ويدين لم تكن لطيفة جدا تمر على جسدها، لكن رأسها كان يدور بشدة ولم تستطع الإجابة عليه. وفتحت عيناها أخيرا بصعوبة لترى بضبابية وجه كورد المظلم فوقها. أنت حمقاء لعينة، صرخ بغضب عنيف، ورأت نظرة غريبة مخيفة في عينيه. لقد سقطت، تمكنت من الهمس بصعوبة. من سوء الحظ أنك لم تكسري عنقك الغبي، صاح بحدة. لكنني أفكر بالقيام بذلك نيابة عنك، أين تتألمين؟ ارتجفت شفتاها بقوة. رأسي، مرر يديه على جسدها ليتأكد من عدم وجود كسور، ووجهه شاحب ومتجهم بطريقة لم ترها من قبل. ميلودي، إنها على ما يرام، رد بجفاف، ولا فضل لك في ذلك. وكان ذلك بمثابة القشة الأخيرة، وبدأت الدموع تتدفق على خديها بعذاب، وصدرها يرتفع وينخفض بتنهدات قوية. إذا استمررت في البكاء سوف أضربك يا كاسي، هددها بنبرة قوية مظلمة. أنت متوحش، صاحت باختناق. أنا أكرهك. هذا ليس بخبر جديد، ووضع ذراعيه تحت ركبتيها وظهرها ورفعها بلطف. إذا وضعتك على ميلودي هل يمكنك أن تتحملي حتى تصلي إلى المنزل؟ نعم سأتحمل، ردت بحدة وهي تريد أن تظل متشبثة به، لكنها لن تظهر ضعفها وحاجتها إليه.
سوف نتحرك ببطء، قال بهدوء ورفعها بسهولة ليضعها على فرسها، وتأكد من أنها تمسك اللجام جيدا قبل أن يبتعد عنها. هل يمكنك ذلك؟ هل يمكنك أن تراهن على ذلك؟ ردت ببرودة وغضب بنفس الوقت، وتجاهل غضبها واتجه نحو فرسه. دعينا نذهب، كانت هذه هي أطول رحلة يمكنها أن تتذكرها في حياتها. كان جسدها يرتجف بشدة وحبات من العرق تلمع على جبينها عندما وصلوا إلى المنزل، منزل المزرعة، ووصل كورد إليها عندما تمايلت بدوار وحملها إلى الطابق العلوي وهو ينادي إما بصوت مرتفع. ما الذي حدث؟ سألته إما بقلق وقد أتت راكضة من المطبخ. لقد وقعت من فرسها، أخبرها كورد بخشونة. ابقي مع هذه الطفلة الغبية في حين أذهب لأتصل بالطبيب براون. أتمنى أن تتعثر وتقع أسفل الدرج، قالت كاسي لظهره وهو يخرج من الغرفة وقد اغرورقت عيناها بالدموع الحارقة بينما هي ممددة بضعف على سريرها. جلست إما بجانبها وهي تربت على شعرها برقة وتبعده عن عينيها. أوف يا طفلتي مسكينة، قالت بتعاطف، هل تتألمين كثيرا؟ بدأت كاسي في البكاء ودفنت وجهها في صدر إما. أنا أكرهه، أكرهه، اختنقت بقوة وعادت تقول أوف كم أكرهه. أعرف، قالت إما بلطف، كنت أعرف دائما. الرجال يمكن أن يصابوا بالعمى يا كاسي ويؤذونك بشدة، وكورد واحد منهم. لم يسبق لي أن رأيته يهتم بأي امرأة كما لو أنه خائف من أي تورط عاطفي عميق، حتى ليدا كل علاقته كانت مجرد علاقات جسدية. لا، إنه لا يمتلك قلبا، قالت كاسي والدموع تسيل على خديها. كان والده يحب أمه بشدة، أخبرتها إما وهي تتناهد بقوة، لكن السيدة ريجان لم تكن تحبه أبدا، على الرغم من أن زواجهما كان لا بأس به، لكنها لم تكن تحب المكوث في المزرعة وتحب السفر وحياة المدينة. ربما فارق السن كان أكثر من اللازم حقا، لكن كورد لمس عدم وجود توازن في زواج والديه، فوالدته لم تكن تتواجد كثيرا وهذا كان يؤلم والده، لكنه كان يحبها ولم يكن يرغب بالانفصال عنها، وكورد كان يعرف ذلك وأثر ذلك عليه. الحب كلمة لن يفهمها أبدا يا حبيبتي، أخذت نفسا عميقا وهي تكمل. أنا أسفة لأن الأمر استغرقك كل هذه السنوات لتعرفي، لم أكن أريد أن أرى قلبك الرقيق يتحطم. أوف يا إما، أنا أيضا نادمة على ذلك، همست كاسي بحزن.